بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل دلوقتي النون انفرتنج امبليفاير. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اول حاجه الاي سي، تمام، والفي انبوت بتاع الدايره المره دي هيبقى من البوزيتيف في انبوت الرجل رقم 3. رجل رقم 3 هتبقى الفي انبوت. بعد كده هنوصل مقاومه اللي هي الصغيره العاديه بين الرجل رقم 2 والرجل رقم 4 للاي سي، تمام. وصلنا مقاومه بين رجل رقم 2 للاي سي والرجل رقم 4. بعد كده هنجيب مقاومه كبيره اللي هي ال ار اف اللي هي 10 كيلو اوم، هنوصلها بين رجل رقم 2 والرجل رقم 6 بتاعت الفي اوت. رجل رقم 2 ورجل رقم 6. تمام. بعد كده هنوصل البوزيتيف في سي سي اللي هم ال 15 فولت، هنحطه في الرجل رقم 7. ده اللي هو البوزيتيف في سي سي اللي هو ال 15 فولت، والنيجاتيف طبعا هيبقى مع الجراوند في الاخر في الرجل رقم 4. هنحط السلكه اللي هنقيس بيها الفي اوت في الرجل رقم 6، والسلكه اللي هنحط فيها الجراوند ده في الرجل رقم 4، ونحط بقى الاي سي وباقي المكونات. نحط الاي سي والشانل 1 مع بعض في الرجل رقم 3 اللي هي بوزيتيف في انبوت، والجراوندات طبعا كلها في الرجل رقم 4، والشانل 2 الشانل 2 في رجل رقم 6 اللي هو الفي اوت، والجراوندات طبعا كلها في الاخر مع بعض في الرجل رقم 4 بتاعت الاي سي. يبقى احنا كده وصلنا الاول السلك اللي هندخل بيه الكرنت للدايره في رجل رقم 3 سلك، وحطينا فيه الاي سي. وبعد كده وصلنا المقاومه بين الرجل رقم 2 والرجل رقم 4، تمام. بعد كده وصلنا المقاومه الكبيره اللي هي ار اف بين الرجل رقم 2 والرجل رقم 6، والسلك اللي هنقيس فيها الفي اوت في الرجل برده رقم 6، والبوزيتيف بي سي سي في الرجل رقم 7، والجراوندات كلها في الرجل رقم 4 معاها النيجاتيف بي سي سي. كده خلصنا النون انفرت.